والبتول فاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين شهيد كربلاء والتسعة المعصومين من ذرية الحسين المجتبى، وعلى محبة صاحبة هذه الليلة أم المؤمنين خديجة الكبرى، طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يطلب الإذن
رجعت الزهراء
لكن نظرت الى علي ودموعها جاريه. دموعها تحكي كل عني علي علي اصلا دم الدم اللي دمتك عني يا علي. وينك يا ابو حسين؟ وينك عني علي؟ لسان الحال ينادي ابا الحسن معلوم نفسك بعد هالابيات وهالخيال انتبهت علي الى الزهرة ودموعها جارية. قال الزهرة اللي تبكين يا ام الحسن والحسين كسرتي قلبي، ما اقدر اشوف دموعك على خدك يا فاطمة. لسان الحال ينادي اشبيني اشبيني انا يا زينة الحور، مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله خديجة، رحم الله خديجة. لقد أعطتني عندما منعني الناس وناصرتني عندما حذرني الناس، فجزاها الله خيرا على محبتها. طيبوا أفواهكم والصلاة على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. الثالثة بأعلى أيها الأحبة، يصادف في مثل هذه الليلة ذكرى عظيمة وعليمة، عظيمة لعظمة صاحبها، عظيمة لعظمة صاحبها وعليمة لفراقها، ذكرى السيدة الجليلة أم المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله عليها، التي أحزنت النبي بفراقها أيما حزن وبكى عليها بكاء. وعلى أمه أبي طالب في تلك السنة التي توفي فيها الاثنان عليهما السلام، فسمي ذلك العام بعام الحزن، ولم يرى النبي ضاحكا في تلك السنة أبدا، حزنا على فراق ناصره وناصرته، عمه وزوجته، على فراق عمه ابي طالب وزوجته خديجه سلام الله عليها. ايها الاحبه، من هي خديجه؟ من هي هذه المراه الجليله؟ من هذه المرأة التي اختارتها السماء لكي تكون زوجة لأفضل وأقدس شخصية خلقها الله سبحانه وتعالى، ألا وهي شخصية النبي محمد؟ الله صل على محمد.
محمد وآل محمد. أيها الأحبة، ربما نعرف خديجة بحسبها ونسبها، لكن ما هي خديجة؟ من هي خديجة؟ ربما نعرفها وربما نجهلها في الحسب والنسب، لكن ما هي خديجة؟ أتعلمون بأن خديجة هي الإسلام، تمثل الإسلام، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمثل الإسلام، وكما أن عليا يمثل الإسلام. ثلاث شخصيات مهمة تمثلان الإسلام تمثيلا حقيقيا لا تمثيلا وهميا، تمثيلا حقيقيا. الشخصية الأولى شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما خاطبه الباري جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، بأخلاقه فاضل استطاع أن ينشر الإسلام. الثانية من هذه المرأة العظيمة؟ خديجة، وهي أغنى امرأة في زمانها، مصطلحنا العام مليونيرة عصرها، أنفقت كل مالها في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى أصبحت تنام على جلد كبش وتلتحف السماء، فراشه هذا جلد كبش. زين غطاء شنو؟ الغطاء السماء. فناصرت الإسلام بكل ما تملك. الشخصية الثالثة شخصية علي بن أبي طالب، شخصية الإعجاز الإلهي المتمثل في هذه الشخصية الذي ناصرت الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ بمواقفه مع الإسلام، ومواقف لك دون أحمد جاوز بمقامك التعديل والتحديد. فعلى الفراش نبيت غيرك والعدا، تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا. فوقيت ليلته فبنت معارضا بالنات، لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينبذوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا. فاستصبحوا فرأوا دوين مرادهم جبلا أشم وفارسا صنفيدا. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. لذلك النبي يعبر في واقعة الأحزاب خندق عندما قال: برز الإيمان كله للشرك كله. أنت ملاحظ العبارة: برز الإيمان كله للشرك كله. فإذا انتصر علي انتصر إيمان، وإذا هزم علي هزم إيمان. والإمام الصادق سلام الله عليه عندما قال: استقام الإسلام بثلاث، بأخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأموال خديجة، وسيف علي بن أبي طالب. اختصارا أختصرها لكم حتى لا أطيل، وكما تعلمون أن رجوعي إلى المنبر أعتبره معجزة. رجوعي إلى المنبر مو أنا أعتبره، لا، أنا أتعالج عند أكبر دكتور في لندن متخصص في الأورام في الإذن والأنف والحنجرة. أنا أتعالج صار لي سنتين ونص الآن عند الدكتور رئيس مستشفى الجامعة في لندن. أنا جاي مرض السرطان في الحنجرة. الدكتور يقول: أخبث أنواع الأمراض السرطانية وياك ضار منك في العمق، وخمس عمليات نسوي، خمس عمليات، واحدة في الأردن وأربع في لندن. طبعاً الدكتور يقول مو أنا أقول، يقول مستحيل ترجع تلقي محاضرات، يسميها محاضرة، مستحيل ترجع وتلقي محاضرات
لأن الأوتار انتهت خلاص. الأوتار انتهت. أقول رياضي مكسورة الأولى. رياضي ورجولة انكسرت. شلون يقدر يركب يلعب؟ ما يقول خلنا نترك بهالمستوى هذا. شلون؟ قلت له لا دكتور، انت من اول عمليه سويت لي انا رجعت البحرين بعد شهرين ابتديت شويه 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 شويه. يقول يعني تلقى المحاضره؟ قلت له نعم تلقى المحاضره. ها؟ يعني انت متاكد تلقى المحاضره؟ قلت له دكتور بعد العمليه الاولى انا قريت تقريبا زمانك مجالس والحمد لله رب العالمين. هو استغرب يعني. العمليه الثانيه قلت له لا دكتور قريت 20 مجلس. وهو يستغرب. العملية الثالثة قلت له دكتور أنا قريت شهرين متتاليين. وهذه العملية الرابعة أنا الراسلة قلت له أنا الحين من العملية الرابعة إلى الحين تقريبا ليلة وترك أقرأ والحمد لله رب العالمين. قال شيء مو طبي، هذا شيء جاسي، هذا شيء يقول الطب ما يدخل. يقول الطب أنا أقول لك امبوسيبل، خلاص مستحيل مستحيل تلقي محاضرة. بعد شيء آخر، هذه النعمة الكبرى أيها الأحبة، الحمد لله. ولو ان صعوبه يعني انا حتى الكلام الشوفه صعب، لكن فضل من الله سبحانه وتعالى. واسالكم جميعا كما لي حق عليكم، لان انا خادم من خدام الحسين 30 سنه. انا 30 سنه خادم للحسين. كما ان للحسين حق عليكم، لخدام الحسين حق عليكم. انا اسالكم بالحسين. اسالكم بالحسين في مثل هالليالي وهالايام، لا تنسوا من الدعاء. ولدتوا لاخوانكم جرحى الثوره لا تنسونهم، مرضانا لا تنسونهم، المسجونين لا تنسونهم، المغتربين لا تنسونهم، المهجرين لا تنسونهم، الشهداء لا تنسونهم. والليل، اسمعوني زين، والليل ان طال المدى لابد يسفر عن صباح. كل ليل ما يسفر كل ليل. ها؟ والليل ان طال المدى لابد يسفر عن صباح، والفجر ان لاح فلا نوم وحي على الكلام. والحكيم شو يقول؟ يقول اذا ضاقت بك الدنيا تامل في الم نشرح. اذا ضاقت بك الدنيا تامل في الم نشرح تجد عسرين. مع يسرين لا تحزن ولا تفرح، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. تكرار. ولذلك احنا نجي لنا قدوه حسنه بالنبي صلى الله عليه واله وسلم واهل بيته. ولا شك ان هذه السيده الفاضله أم المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله عليها هي من أهل البيت. نحن نعرف نسبها بأنها خديجة ابنة خوي. من هي أمها؟ من هي أمها؟ جواب أسألكم إياه، من هي والدة خديجة؟ اللي يعرف يجاوبني. ها احنا نسمع ما شاء الله ومجالس. من هي امها؟ احد يعرف منكم من هي امها؟ يعطيني اسم حتى عن ارفع له رايه. امها تسمى بفاطمه ابنه زائده ابن الاصم. ها؟ أمها أم خديجة تسمى فاطمة ابنة زائدة ابنة زائدة بن الأصم، وكانت من أعف وأطهر نساء زمانها كذلك. ولذلك شوف الناتج، الناتج طيب، الناتج طيب. ولو أن بعض المصادر أرادت، اسمعوا أيها الأحبة، أرادت أن تنكر هذا الفضل إلى هذه المرأة. وعلمونا أمور كلها غلط في المدارس، أمور كلها خطأ في الكتب،
امور كلها خطا حول الفضائيات ورسخونها في علوم في عقولنا وقلوبنا وكلها فقالوا بان خديجه قد تزوجت برجلين قبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا خطا كبير. خديجه طاهره بالله عليك انا ما اقدر اتصلك اكثر ما ابغى اطول عليك اكثر لكن نتحدث شويه بالاخر ايهما افضل يوسف الصديق عليه السلام ام نبينا محمد ذاك النبي وهذا نبي الأنبياء درجات الأنبياء درجات والرسل درجات منهم من كلم الله موسى ومنهم من جعله الله خليلا إبراهيم ومنهم من جعله الله معجزة وروحا له عيسى لكن تعرف أرقى مراتب الحياة شنو راتب المحبة محمد حبيب الله محمد حبيب الله لا يقاس الحبيب بسواه لكن النبي على رأسي وعيني لكن وين المرتبة وين المنزلة وين سبخ بالله عليك هل هناك قياس بين من؟ بين زليخاء وبين خديجة قياس مع الفارق وين زليخاء وين خديجة زليخاء أرجعها الله أرجع الله لها شبابها بدعوة من يوسف الصديق وأرجعها شبابا وذكرى وتزوجها يوسف تستبعد على النبي لا 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 لأن خديجة أم الزهرة بس لو كانت خديجة أم أحد من رجالها أو نسائها لنصبه لها علما في كل بقاع لأنها أم الزهرة أرادوا أن يضعوا كذا وكذا فقالوا بأنها قد تزوجت برجلين قبل رسول الله وهذا كذا وقالوا بأن عمرها يوم تزوجها النبي 40 سنة وهذا كذا ابحث في التاريخ علماؤنا الأعلام في كتبهم وسيرهم وتحقيقاتهم